معلش مش هلحق اتكلم ولا اصور حاجه تخص رمضان صبحي، فقلت يعني واحنا قاعدين في النادي كده نخطف كلمتين بخصوص رمضان بس كده. ايه الوضعيه؟ معلش الاضاءه تبقى غريبه شويه والصوت كمان غريب شويه، بس يعني قلت لازم اتكلم كلمتين ولو دقيقه على قصه رمضان صبحي قبل ما انسى. يعني نعتبره توثيق لرايي مش اكتر. يعني القصه دلوقتي ان رمضان صبحي عقده مع الاهلي خلاص خلص لانه كان اعاره لمده سنه، وهدرسفيلد قرر انه يرجع رمضان صبحي الا لو احنا مشينا على الشروط اللي طالبها هدرسفيلد، وهي انه لو في حاله الاعاره فهم طالبين 4 مليون يورو، ولو بيع نهائي فيبقى 8 مليون يورو. دي ارقام كبيره جدا جدا على ناس فقراء زينا. بس اللي انا عايز اقوله ان الاسعار كده والسوق كده، فاحنا مش هنقدر نلوم على حد بانه بيطلب طلبات معينه هو شايفها هي دي الصح وهو ده الافضل والامثل ليه. فاحنا الكره دلوقتي مش في ملعبنا، الكره في ملعبهم هم. بس خلينا في الاراء بقى اللي احنا عمالين نتكلم بيها طول النهار. انا شايف طول النهار الناس عماله تتكلم على ان بالسلامه ويمشي رمضان مين وبتاع، واللي يقول لك بامبو افضل، واللي يقول لك الشحات احسن، واللي يتكلم على ان حمودي واسلام محارب برقبته. يا جماعه الكلام اللي انت بتقوله ده بصراحه ما بيدخلش دماغي بتعريفه، وانا ما بحجرش على راي حد ولا اي حاجه، بس انا بعتبر كل الكلام ومقارنه اي حد من الناس اللي اسامي ذكرت دي برمضان صبحي هو نوع من انواع الهزيان، لان رمضان صبحي الكاريزما والشخصيه والروح والاداء كله مغسول ومطحون اهلي. الراجل ده مدعوك اهلي، يعني كل حاجه فيه بتقول ده لعيب كره في النادي الاهلي. ومع قصه الارقام واللي انتوا بتتكلموا فيه، عمل كام اسيست وجاب كام جون، في حاجات في الكره ما بتتقاس بالارقام خالص. لغه الارقام في احيان كتير قوي بتبقى ظالمه، ومنها ان احنا لو قسنا قصه رمضان صبحي بالارقام، اعتقد ان الارقام في فتره من السنين طلعت فالديز افضل حارس في العالم على حساب ناس عمالقه منهم ايكر كاسياس مثلا. فما اعتقدش ان قصه رمضان صبحي دي ينفع حد يتناقش فيها بانه يغور في داهيه او انه يمشي او الكلام ده. رمضان صبحي ما يتعوضش، واعتقد ان احنا لو المبلغ في المعقول، ما اعتقدش ابدا ان واحد عنده شك او مانع ان يدفع في رمضان المبالغ دي كلها. لكن رمضان يمشي، رمضان يغور في داهيه، احنا انا قلت ان احنا هنفقد اكتر من 90%، اعتقد ان احنا هنفقد اكتر من 90% من كاريزما الاهلي وشخصيه الاهلي الهجوميه لو فقدنا رمضان صبحي، بالاضافه لكلمه فرقه ثقيله مش هتتقال على الاهلي لو رمضان صبحي مشي. مع كامل احترامي لكل اللي موجودين، لكن رمضان صبحي في حته ثانيه خالص بعيدا عن كل لعيبه مصر مش بس لعيبه الاهلي. رمضان عدم وجوده في منتخب اصلا في مصر، اصلا منتخب مصر، فاعتقد ان هو عدم وجوده قصدي فضيحه او يعني مشكله كبيره. فما اعرفش ازاي ان احنا بنتكلم على انه ما يبقاش موجود في الاهلي، ده هيبقى شيء معقول. ده رايي في قصه رمضان صبحي، ان انا مع وجود رمضان جدا جدا جدا، وهزعل على انه لو مشي. لكن الاسعار والمبلغ اللي مطلوب فيه ده مش بايدينا ولا بايدنا خالص، كل واحد وليه حدود وليميت، واحنا الارقام اللي مطلوبه فينا دي كتير قوي. بس فاتمنى ان رمضان يكمل معانا وما يمشيش، ولو مشي ما اعرفش الحقيقه هنعوضه بمين وازاي، ومين اللي يقدر يملى مكان رمضان، مين اللي يقدر يملى مكان رمضان بالشخصيه دي بالروح دي. بصراحه موضوع صعب، وما اعرفش ربنا ييسر ويحاول يوصلوا لحل وسط. ولكن اعتقد ان الموضوع خلاص اتقفل، يعني اعتقد ان رمضان خلاص عقده، النهارده اخر يوم ليه مع النادي، فربنا ييسر ونحاول نجيب حد. كلام على لعيبه كتير منهم طاهر محمد طاهر، يعني مش عارف، خليها كده. بس قصه الصفقات دي انا واحد من الناس اللي مطلع نفسي من القصه دي خالص، وما بحبش حتى اتكلم فيها، فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل قدام. بس ده قصه الكلام عن رمضان صبحي، حبيت بس ادردش معاكم دقيقتين كده في الموضوع. شوفوا وشكم على خير ان شاء الله. ما اعرفش بصراحه الصوت عامل ازاي، بس انا مضطر اني اسجل بالشكل ده لاني ما عنديش وقت ومش هلحق اسجل حاجه. بكره ماتش مصر هروح اتفرج عليه، وبعد كده المغرب وكوت ديفوار اتفرج عليه، وبعد كده السنغال والجزائر، فما عنديش وقت خالص. شوفوا وشكم على خير ان شاء الله، فيديو تاني جاي جديد. سلام.